أهلا طلاب الصيدلة في الجزء الثاني من محاضرة الـ Unorganized Drugs، معاكم الدكتور مصطفى حجازي. الكونتنت بتاعنا المحتوى هيبقى كالتالي: Dried Latexes اللي هي جمع ليتكس اللي هو زي الأوبيوم ليتكس، تمام كده، اللي هو الأفيون. Dried Juices اللي هي العصارات المجففة زي الألو جوس اللي هو الصبر. Dried extracts الخلاصات الجافة المجففة زي الجيلاتين والأجار أجار. الجامز الصموغ زي جام أرابيكا وجام تراجاكنس اللي هو الصمغ العربي وصمغ الكثيرة أو بيقول عليه الكثيرة أحيانا. Drugs of animal origin اللي هي من مصدر حيواني، احنا قلنا هنا unorganized والعقاقير مش بس نباتات، العقاقير مهتمة بأي مصدر طبيعي للعلاج، تمام كده. فعندنا ممكن نلاقي secretions زي الماسك اللي هو المسك أو الأمبر جريس اللي هو العنبر. extracts خلاصات لأورجان معين زي كود ليفر أويل، طبعا كلنا عارفينه موجود في الصيدلية، كل الحاجات دي معظمها موجود منها مستحضرات ما كانتش كلها. الانسكتس الحاجات الغريبة جدا اللي انت هتشوفها، فاهمني، وهتستغرب جدا ان انت هتلاقيها موجودة حوالين منك، يعني تكاد تكون ما تعرفش انها موجودة بس موجودة، يعني سواء كان في أدوية سواء كان في أكل. أو الليتكس الديفينيشن بتاعه ده emulsion أو suspension، بيحتوي طبعا الأكواس فيز بتاعه بيبقى فيه minerals بروتينز شوجرز تانينز، كل الحاجات دي مش مهمة أوي بالنسبة لي، اللي يهمني الحاجات السكندري ميتابولايتس اللي هي بيولوجيكال اكتيفيتي، هنلاقي مثلا زي الألكالويدال سولتس، تمام كده. ايه ممكن يكون اكزامبل للليتسز او الليتكس؟ قلنا الليتسز اللي هي جمع ليتكس، تمام كده. ناتشورال رابر اللي هو المطاط الصناعي بيطلع من شجره، تمام كده. والاوبيوم اللي هو الافيون بيبقى شكله زي ما احنا شايفين دون دي شجره المطاط الايه طبيعي الناتشورال رابر تري، تمام كده، بيجمعوا السكريشن دوت، تمام كده، الليتكس دوت، تمام. بيبقى احيانا بيبقى لونه وايت زي ما احنا شايفين، ممكن يبقى لونه يلوش، ممكن يبقى ريد زي في حاله الاوبيوم. وفي الاوبيوم بيبقى الاول وايت وبعدين بنسيبه يجف، وبيسيبه يجف على الكبسول، تمام كده، زي ما هنشوف بعد كده. تمام، ده اللي هو الايه الناتشورال رابر، وده اول حاجه يعني من حاجات الليتكس اللي كانت بتستعمل زمان طبعا، وكانوا بيعملوا منه البوتس والحاجات اللي زي كده، واي حاجه مطاط طبعا ما عادش الكلام ده موجود قوي، يعني موجود بس ما عادش برضك ايه زي الاول. احنا مهتمين طبعا، احنا مهتمين بالجانب الايه الطبي. انا عندي هنا الليتكس ممكن يبقى موجود، ده طبعا الافيون لو احنا شايفين السكينه بتاعتي شكلها غريبه، يعني فاهمني، عامله زي نص طبقه كده، فاهمني، بحيث ان هو يقدر يجمع على السكينة كل الكمية اللي يقدر ايه تكون الى حد ما سيمي سوليد كده نص صلبة، بحيث ان هو ايه يجمعها، مش هيجمع ويحطه في حتة تانية، زي ما احنا شايفين السكينة بتبقى بالمنظر ده، سكينة معينة. الليتكس ده بيبقى موجود في حاجة اسمها لاتيسيفرس ستراكشرز، ممكن تبقى سيلز فيسلز تيوبس، يعني مهم جدا ان احنا نبقى عارفين الليتكس ده يبقى موجود في ايه. الافيون هو بالنوم الاوبيوم ده درايد ليتكس، واحنا قلنا الليتكس عباره عن ايه، ايمالشن او سسبنشن. ايمالشن ده اللي هو زي اللبن، سسبنشن ده يعني شويه بودره دايبين في قلب ميه، تمام كده، بس هو مش بودره طبعا، يعني عباره عن مكونات كتير موجودين في قلب ميه، تمام كده، فبنقول عليه ليتكس. ده بنحصل عليه ازاي؟ عن طريق ان انا بشرط انسيزنج، تمام كده، للانرايب اللي هي غير ناضجه، بطفولي جروبين يعني الكبسوله اللي هي الفروت الثمره، تمام كده، بتاعت البابافر وصلت لحجمها الاخراني، تمام كده، بس لسه ايه غير ناضجه. نبات ايه؟ البابافر سومينيفرم، وكلمه سومينيفرم دي اللي هي معناه ان هو ايه ابو النوم او حاجه سيداتيف او هيبنوتيك. سيداتيف يعني مهدئ، هيبنوتيك اللي هي ايه منوم، والاثنين معناهم ان هو فاهمني ايه مثبط للجهاز العصبي، يعني سي ان اس سبريسا ديبريسن، تمام كده، حاجة مثبطة للجهاز العصبي.
هو مهدئ او منوم. كل ما بيحصل رايبنينج تمام كده، كل ما بنتاخر عن ميعاد دوت انها تبقى فولي جروين واسيبها يحصل لها رايبنينج تمام كده، يحصل لها نضوج تمام كده، نسبه الماده الفعاله المورفين اللي انا بتقل طبعا، اللي انا باخد الليتكس دون اللي هو الافيون ده عشانه تمام كده. و الليتكس ده قلنا ممكن يبقى موجود في تيوبس، ممكن يكون في سيلز، ممكن يكون موجود في عين. هنا في حالتنا هنا موجود في قلب ايه؟ لاتيسيفرس تيوبس تمام. الماده الفعاله الرئيسيه كلنا عارفين المورفين، ومسكن قوي جدا وله استعمالات طبيه يعني خطيره رائعه تمام كده، يعني اكادوا كانوا بيقولوا ان كل الادويه ممكن تترمي في البحر ما عدا المورفين. يعني تخيل فاهمني، مريض وعنده انتولرابل بين تمام كده، عنده او يعني مريض الم لا يحتمل او بيسموه انبيرابل بين، مش قادر ايه ان هو الم شديد جدا فاهمني، فمحتاج المورفين ده فاهمني، اللي هو مازال بيجي من الافيون. ومش كل افيون فاهمني زي ما بيتصدر لنا احيانا، لازم في بعض الدول هي اللي بتنتج دوت لشركات الادويه بشكل منظم عشان تنتج ادويه فعلا. يعني مورفين دون اتسمى وقلنا او افيون ابو النوم، فاتسمى بناء على زي ما احنا عارفين ان كل النباتات وكل الطبيه متسميه الاسماء اللاتينيه. فلو نرجع ورا كده نلاقي ان اسم المورفين دون متسمي على اسم اله الاحلام عند الاغريق اللي هو مورفيوس. احنا لو بصينا على الصوره دي هنلاقيه شايل في ايده الشمال حزمه افيون تمام كده، وفي ايده اليمين مش عارف ايه. يعني اقصد الاسم جه منين؟ عشان هو مثبط للجهاز العصبي، مهدئ منوم تمام كده. مهم جدا ان نبقى عارفين الاسم جه منين فيسهل علينا في الاكتيفيتي. يعني احنا مش بنذكر الكلام هبهزر كده، بنقول اي كلام، لا لازم نبقى عارفين. بيجوا ادي عندنا الايه، ادي الكبسوله اللي هي الثمره تمام كده، خدناها في فروت قبل كده، دي الثمره اهي فولي جروين بات ان رايب، لسه خضره لسه ما ايه ما نشفتش تمام كده. فيجوا يشرطوها زي ما احنا شايفين، ويطلع الليتكس زي ما احنا شايفين بالمنظر ده، يعمل لها انسيشن او انسيزنج زي ما قلنا تمام، ويسيبوه الليتكس يجف، وبعدين يجوا يجمعوه بالايه، بالسكينه اللي احنا شايفينها اللي هي السكينه النص طبق دي تمام، بحيث ان هو تكون الى حد ما جف شويه وبقى سيمي سوليد كده. المكونات اللي عندي في الاوبيوم اكتر الكالويدز كتير طبعا، ممكن تبقى اكتر من 19 الكالويد، وفي ناس بتقول ارقام اكتر من كده، بس هم اكتر يعني فاهمني. انما انا مهتم بستة سبعة الكالويد، هم اللي مهمين جدا، هم اللي انا بستعملهم الاستعمالات الطبيه تمام كده. الالكالويد دي تبقى مش موجوده لوحدها، تبقى الالكالويد دي ماده قلويديه، ماده قلويه ضعيفه كده، بتبقى مرتبطه بايه، باسيد اورجانيك اسيد. انا عندي الاورجانيك اسيد اللي بتبقى مرتبطه بيه في قلب النبات اسمه الميكونيك اسيد، والميكونيك اسيد دوت وجوده ملوش مش موجود غير في بشكل كبير في الاوبيوم تمام كده. يعني بيقول ان هو مش موجود في نباتات تانية، بس يعني ما اظنش ان حد هياخد نبات فيه ميكونيك اسيد تمام كده، واللي هي نباتات قليله جدا يعني لا تذكر تمام كده. يعني في دراسات بتقول ان هو موجود في نباتات تانية، بس اقصد ايه يعني اللي واخد، لو انا خدت عينه من واحد او خدت عينه من نبات وصاب مني واحد سسبكت ان هو فاهمني مدمن تمام كده، او عنده حاجه شكلها افيون تمام كده، ما دام فيها ميكونيك اسيد يبقى العينه دي اوبيوم ما فيهاش كلام، يبقى الميكونيك اسيد دون هنا ماركر للاوبيوم. ماركر يعني ايه؟ يعني هو موجود هنا يبقى ده اوبيوم ما فيش كلام. عظيم. يبقى مع ان هو مش حاجه طبيه ولا حاجه ليها، بس هو حاجه ليها قيمه بيسموها قيمه تعريفيه في من ايدنتيفيكيشن، ان انا اتعرف على الايه، على القيمه التعريفيه. عندي نوعين من الالكالويدز، تو مين كلاسز من الالكالويدز. عندي ايزو كينولين طبعا الميكونيك اسيد اهوت زي ما احنا شايفينه اهو. عندي اتنين كلاسز من الالكالويد، ايزو كينولين الكالويد دي النيوكلياس بتاعتي، اتنين رينج فيهم نيتروجين. الالكالويد اللي هي بتبقى على المنظر ده اللي هو ايزوكينولين هيبقى البابافرين والناريسين والناركوتين.
والالكالويدز اللي هي فينانثرين الكالويدز. يبقى انا عندي اثنين كلاسز، ايزوكينولين وفينانثرين. الايزوكينولين هيبقى بابافرين وناريسين وناركوتين، الفينانثرين هتبقى مورفين وكوداين والثيبايين. المورفين طبعا عارفين ان هو بين كيلر، قاتل الالم، كوداين مسكن، سترونج انالجيسيك برضك، موجود في ادويه، والبابافرين نفس الكلام. الاكشنز واليوزز، التاثيرات والاستعمالات، لازم نبقى عارفين ان الاكشنز غير اليوزز عشان ما نلخبطش، فاهم؟ ممكن نلاقيهم احيانا في نفس الايه، في نفس تحت نفس العنوان، فنلاقي ندخل الكلام كله ببعضه، ده مش صح. فاحنا بنحاول ان احنا نفصلهم بحيث ان نبقى ايه، دماغنا يعني تفكيرنا اوضح شويه، فاهمني؟ وفاهمين للموضوع اوضح شويه. الاكشنز هنا فاهمني، عندي الاوبيوم ده بين كيلر، قاتل الالم، يعني حاجه سترونج انالجيسيك، فيري سترونج انالجيسيك، بيسموه قاتل الالم. في نفس الوقت كاف سبريسنت، تمام كده، بيظبط الجهاز التنفسي، في حاله الكحه والكلام اللي زي كده كويس للكحه. والسيداتيف وهيبنوتيك، تمام كده، لان هو سي ان اس ديبريسنت، تمام كده. في نفس الوقت من ضمن الاكشنز بتاعته، التاثيرات بتاعته، ان هو ممكن بيسبب امساك، بيبقى امساك صعب جدا، فاهم؟ للناس اللي هي ايه، بتاخد الافيون في وقتنا الحالي، الناس اللي بتاخد الافيون دول مدمنين، لان الافيون ما عادش له وجود طبي غير ليش للناس المتخصصين، مصانع الادويه وشركات الادويه تاخده وتفصل منه المركبات اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي. اليوزز عندنا فاهمني، قلنا الاوبيوم سورس للمورفين، قلنا كبين كيلر، والكوداين كسترونج انالجيسيك، وبعض الالكالويد الثانيه اللي احنا ذكرناها ولها استعمالات برضك، بس احنا مش عايزين نتقل على نفسنا كلام. انت كده وكده هتدرس الكلام ده في الايه، في الكيمياء الصيدليه وفي الفارماكولوجي. المورفين بقى والكوداين ممكن بيستعملوهم للانتورابل، للانتولرابل بين، اللي هو الالم الغير محتمل، زي بعد العمليات، البوست اوبرتيف انالجيزيا اللي هو التسكين اللي بعد العمليات، او الانتنس بين في حاله الايه، الكانسر بيشنت، الناس اللي عندهم سرطان، تمام كده، وفي حاله الزفحه الصدريه. طبعا الاستعمال المتكرر للافيون ممكن يسبب ادمان، الناس بتاخد الافيون طبعا عشان يقول لك خد فص افيون تحت ايه، تحت ضرسك، حاجه مسكنه، تمام كده، بس يفضل ياخد كده، او بياخده عشان كمان البريماتيور ايجاكيوليشن، تمام كده، عشان التاخير، عشان سرعه القذف والكلام زي كده. فالاستعمال المتكرر بشكل متكرر بيؤدي لعمليه الايه، اللي هو الادمان، الادكشن. الادكشن بقى يدخلك في حاجات كتير قوي، في الم، الم في الايه، في الاعصاب، نيورولوجيك بين، انسومنيا، فاهمني، اللي هو ارق، عدم نوم، فاهمني، لوس اوف ابيتايت، اللي هو فقد شهيه، هالوسينيشن، تمام كده، تندنسي اوف سيلف ديستراكشن، تمام كده، اللي هي ميول انتحاريه، بيسمى شيء كتير جدا، فاهمني، اللي هو ادمان الافيون. بين كيلر قلنا قوي جدا. طبعا احنا مش بنتكلم هنا كصيدله او كصيادله او كطلبه صيدله، تمام كده، ان احنا الافيون بين كيلر، احنا بنتكلم على المنتجات اللي طالعه من الافيون، لان هو انت ما تقدرش تصنع الالكالويدز دي، تمام كده، ان الالكالويدز دي عشان تصنعها كيميكالي مكلف كتير جدا جدا. انا عندي الاوبيوم بيطلع لي الكالويد بكميات كبيره، تمام كده، واقدر افصلها. المورفين مفصول سنه 1800 وشويه، فاهمني، معروف يعني، فاهمني، اقصد بقاله داخل مثلا في 200 سنه، فاهمني، مش حتى ادمان المورفين، احنا جوه جسمنا مسكنات طبيعيه ربنا خلقها، تمام، اسمها اندورفينز، اندو داخلي، اورفينز اتسمت على المورفين، لان هو المورفين معروف قبل ما يعرفوا الايه، المسكنات اللي هي موجوده في الجهاز العصبي بتاعنا، فقديم جدا المورفين، تمام كده، وعمليه فصله يعني مش قضيه يعني، وكان بيستعمل فاهم من زمان جدا، حتى في بعض ادويه الكحه زي ما احنا شايفين كده، حاطين حتى دواء الكحه، دواء كحول على كلوروفورم، مش عارف كانت خلطه، فاهم، اللي هياخدها يموت، فاهم، بس هو وان نايت كاف سيرب بتاع، فعلا اللي هياخد البتاع دي هتقطع له الكحه من اول ليله، ما فيهاش كلام يعني، معلقه واحده تقطع، حاطط حاجات كلها فاهم، كاف سبريسنت، تمام كده، حاجات هتقفل مركز الكحه ومش هيحصل فيه كحه طبعا، لو كحه جافه طبعا، فاهمني، هتساعد طبعا، لو كحه بلغمه تبقى مشكله.
من ضمن الحاجات الظريفة جدا اللي بتقال في موضوع إدمان سيرة الدواء بتاع الكحة اللي فيه حشيش وأفيون وبتاع دوت، إن إحنا ما نستغربش إن الإيفوريا اللي إحنا قلنا قبلها، الناس بتاخد الحاجات ديت بتدمن الحاجات، إيفوريا اللي هي الدماغ بتدمن الحاجات دي عشانها، تمام كده. ممكن الحاجة اللي هي بياخد الحاجة اللي بياخدها دي ممكن تكون منشطة بس بتعمل دماغ، ممكن تبقى مثبطة يعني تهديه كده وترخي أعصابه، ممكن تهيبره. الموضوعين مش مرتبطين ببعض، يعني حتة إن هو يعمل دماغ وحتة إن هو يبقى مهايبر أو يبقى مدروخ دي، تبقى إيه ملهاش دعوة ببعضيها. حتى كان بيتقال فيه نكتة كده لذيذة أحب إن أنا إيه أقولها لكم، سمعناها من أساتذتنا. يقول لك لما ثلاثة، واحد شارب حشيش، واحد شارب أفيون، واحد واخد كوكايين، طبعا انتوا خدتوا النبات الكوكايين في الليفز، تمام كده، واقفين قدام باب الشقة، كل واحد هيعمل ايه عشان يخش باب شقته، يخش شقته في يعني. قال لك اللي واخد الكوكايين هيبقى مهايبر سي ان اس ستيمولانت، هيبقى عنده هيبقى باور جامد، هيكسر الباب ويخش. اللي واخد افيون، تمام كده، هيبقى ايه سي ان اس ديبريسنت، هيبقى هادي كده، هيجي جنب الباب وينام راجل في حاله، لا هيكسر الباب بقى ولا يعمل اي حاجه. انما اللي واخد الحشيش بقى مش هيبقى شايف قصاد منه، يعني هلوسه هلوسه، ده هيعدي من تحت عقب الباب. زي ما قلنا ان الميكونيك اسيد له قيمه تعرفيه، تمام كده، قيمه تعريفيه ان انا اقدر اعرف من خلاله اذا كان ده اوبيوم ولا لا، تمام. فبحط باخد انا الخلاصه بتاعتي دي او العينه اللي انا شاكك انها اوبيوم، تمام، وبحط عليها فيريك كلورايد، تمام، بيديني بلاد ريد كلر، تمام كده، او بيربلش ريد كلر، تمام كده. اللون اللي هينتج عندي مع الفيريك كلورايد نوت ديسترويد باي اديشن اوف دايلوت هيدروكلوريك اسيد او 5% ميركوري كلورايد، يعني اللون اللي هيتكون الريد كلر اللي هيتكون دوت، تمام، وده مش انديكيت وجود المورفين، ده انديكيت وجود الاوبيوم، تمام. يعني لازم نميز، انا مش بكشف عن المورفين، انا بكشف عن وجود، لان ممكن يبقى المورفين موجود، ممكن يبقى حاجه فيها مورفين بس ما هيش اوبيوم، تمام. درايد جوسز، جوسز دي اللي ار فلويدلي بلاند سابس، تمام كده، عصاير ساب لعصير containing the solvent substances and usually present in special cells، زي مثلا الالو جوس اللي هو الايه اللي هو عصير الصبار. لو احنا بصينا على الصبار اللي بيطلعوا منه الجل قدام منا الصوره واضحه خالص، هنلاقي عندنا في قلب ورقه الصبار من جوه ماده شفافه ملهاش لون، تمام كده، هو ده جل الصبار، ده مش هو ده الجوز بتاعنا خالص ولا لينا علاقة بيه، فاهمني، ده قصة تانية، فاهمني، له ده موضوع تاني. انما هنلاقي من الورقة الخضراء في عصارة صفرة عمالة بتنزل، هي ده الجوز، ده اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة. الالوز او طبعا لما اجي بجففه بيتحول بالمنظر دوت زي ما احنا شايفين، يبقى مادة سودة زي كده اللي هو موجود عند العطارين اللي بيسموه الصبر، يعني كده. ده عبارة عن ايه؟ solid residue obtained by evaporation the liquid which drains from trans. ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن بيبخروا بياخدوا الجوس بتاع الالو ويبخروه، فدي اللي بيتبقى الكتل الصلبة اللي بتتبقى بعد تبخير الجوس من المية من نبات الصبار. من اكتر من سبيشيز، مش سبيشيز واحد هو اللي بيطلع لي الصبر، فاميلي ليليسي، العيله الزنبقيه، البريسايكليك سيلز اند سام تايمز ادجيسنت برانكيما، دي اللي بتحتوي الالويتيك جوس، يعني كده اللي يبقى الجوس موجود عندي في بريسايكليك سيلز واحيانا في البرانكيما المحيطه فيها في الجزء الاخضر من الورقه. السنترال ريجون اللي هي المنطقة الوسطانية زي ما قلت لكم بيبقى فيها الالو جيل زي ما احنا شايفين في الصورة ده. هي الالو في الالوز
صبارات، في 300 نوع من الصبار. احنا مهتمين باربع انواع بس، اللي هو الكيب، الكيب دوت الكيب فرايتي، اللي هو لو نفتكر كيب تاون اللي موجوده في ساوث افريكا، تمام كده. ده بيطلع في ساوث افريكا عشان كده سموه كيب، وبرضك بيطلع في كينيا. في الكوراكاوا اللي هو دي جزيره كوراساوا، يعني كوراكاوا او كوراساوا بيسموا الجزيره اسمها كوراساوا، تمام كده. دي في غرب الهند. في نوع ثالث سكوترين، ده بيطلع في جزيرة سقطرة في اليمن. في الزنزبار، ده النوع الرابع، زنزبار فرايتي، ده موجود في جزيرة في تنزانيا، جزيرة زنزبار في تنزانيا. يبقى أنا عندي أربع أنواع: الكيب، الكوراكاوا، السكوترين، الزنزبار. كونستيتوانتس عندي تمام كده، الالو جوس، يعني طبعا الالو جيل انا حاطه لكم بس للايه، للمعرفه العامه، هو مش جوس ولا حاجه ولا تبعنا خالص، تمام كده. بس يعني الشاي بالشاي يذكر، ما ينفعش ان انا اكلمك يعني، خاصه ان انا احنا بنشرح اونلاين وانا مش شايف، يعني اصلا ما احناش بنتفاعل مع بعض، والاسئله انا يعني بحط الحاجات اللي ممكن متوقع ان دماغكم تروح ليها. اكيد هتسالني يعني ايه هو الالو جيل، خاصه موجود في بالك انت في كل حته وبتشوفه في الشوارع دلوقتي. يعني الالويتك جوس ده عباره بيبقى موجود فيه عباره ايه، الماده الفعاله بتاعتي انثراكينون سي جلايكوزايد، تمام كده. انت بتعرفها لي بس تحفظ لي الاسم، اسمها باربا لوين، تمام كده. ده عباره عن ماده ميجور كاثاريتك كونستيتوين. لما كاثاريتك اللي هي ايه، اللي هي اعلى درجه في التسهيل، مسهل قوي. اما لو نرجع للليفز ورا كده، نلاقي عندنا فهمني انواع التسهيل، عايز واحد عنده امساك وعايز حاجه تسهل له، فيبقى الاول لاكستيف مسهل، تمام، ملين قصدي، وبعدين بيرجاتيف مسهل، وبعدين كاثاريتك اللي هي مهرر، اللي هي اعلى درجه في التسهيل، تمام كده. ده نتيجه وجود ماده باربا لوين، وليها سينونيمس، ليها اسم مرادف اللي هو الالوين. الالو جيل ده عباره عن ايه، فيه عباره عن ميوسيلج، اللي بيسمى ميوسيلج ديت اللي هو زي الماده اللي بتمزق اللي موجوده في قلب الايه، في قلب الباميه، وموجوده في قلب الملوخيه، ده اسمه ماده الميوسيلج. في فيتامين سي واي وزنك ميتال، ده اللي موجود في الالو جيل زي ما احنا شايفين اهوت. الالو جوس والالو جيل دي ماده الباربالوين، تمام. انثراكينون، تمام كده، فاهمني. هتلاقي عندنا انثرا، فاهم، ثلاث حلقات بنزين فيهم كينون رينج، سي جلايكوزايد، هنلاقي الشوجر اللي تحت اللي هو الشوجر بار، طبعا انت خدت الكلام دوت في مقدمه الميديسنال بلان. الشوجر بار شابك من غير اكسجينه في النص بينه وبين الجزء الفوقاني، فيعني سي بوند، الايه البوند ما فيهاش اكسجينه في النص، تمام، ما بين الشوجر والنان شوجر بار، شوجر بار والنان شوجر بار، ده الالوين او الباربالوين، تمام كده. هو نفس الايه، نفس المركب اللي هو صورته زي ما احنا شايفين كده قصادنا، تمام. الالوتك جوس او الالو جوس، قلنا يعني لو قلنا قبل كده كاثاريتك، وقلنا دلوقتي بيرجاتيف، هي مسهل قوي، يعني لو استعملنا اي لفظ من اللفظين دول يمشي، فهمت. الموضوع راجع للدوز، انا استعملت قد ايه وخدت قد ايه، عشان يعني دوز ديبندنت زي ما بيقول، يعني بيعتمد على الدوز. انما الالو جيل ماهوش لاكستيف، ماهوش مسهل، وماهوش ملين، تمام كده، ماهوش اي حاجه من الكلام ده، بيستعمل بس في الكوزمتكس، تمام كده، مستحضرات تجميل، الحاجات اللي هي الايه، لو في اي التهابات في الجلد، تمام كده، كديمالسن، تمام كده، حاجه ملطفه للجلد، تمام كده، ده اللي هو الايه، ويستعملوه للشعر طبعا مرطب، والوش كمرطب، حاجات كتير، كلها استعمالات خاصه بالتجميل. الكيميكال تيست عندي، انا عندي ممكن اكشف عن الانثراكينونز زي ما خدنا قبل كده التيست بتاع البورن تريجرز، تمام كده. انا عندي هنا سي جلايكوزايد، فهستعمل الموديفايد بورن تريجرز، تمام كده، هيديني بوزيتيف. عندي تيست الكوبرا لوين او كلانجز ايزو باربالوين، تمام كده. تيست ده عباره عن ايه، ده انا بكشف عن الايزو باربالوين. ايزو باربالوين ديت اللي هو
يحصل ايزومرايزيشن للايه للبربالوين، جين الايزو بربالوين، نتيجة البروسيسنج اثناء لما انا بجهز بعمل ايفابوريشن، ببخر الجوس عشان اتخلص من المية واخليه في المنظر الصوليد اللي احنا شايفينه دوت. ممكن في حالة مثلا الكروكاوا تمام كده، بيستعملوا بيبخروا الجوس في قلب كبر فيسل، تمام، في قلب حلل او اذنات كده معموله من الايه من النحاس، فبيدي فرصه تحويل ان يبقى عندي موجود كميه كبيره من الايزو بربالوين، فبيديني واين ريد كلر، التست بوزيتيف بيديني بوزيتيف اللي هو البوزيتيف عندي هنا واين ريد كلر لاستنج فور فيو اورز، اللون بيتنيه حوالي 4 ساعات. انا لسه ما اتكلمتش عن البروسيدور بتاع التست، انا بتكلم عن النتائج، لان النتائج بتختلف على حسب نوع الالو بتاعي. الكيب الو في اقل كميه من البربالو ايزو بربالوين، فبالتالي بيديني فينت كالوريشن، بيديني لون احمر فاتح كده بيتحول للون الاصفر بشكل سريع. عندي الزنزبار والسيكوتريم ما بيدونيش اي بوست، ما بيدونيش بوست، بيدوني نو كلر طبعا، فبقول عليهم نيجاتيف. ايه هو بقى البروسيدور بتاع التست؟ باخد 10 مللي، تمام، ال 10 مللي دول تركيزهم 0.4% من الالو، يعني بدوب كمية من الالو بحيث ان تبقى تركيزها في قلب السوليوشن 0.4%، واخد من المحلول ده 10 مللي احط عليهم دروب من ساتوريتد سوليوشن من الكبر سلفيت، يعني اللي هي كبريتات نحاس محلول نقطة واحدة من كبريتات نحاس مشبع محلول مشبع، وبعدين immediately بشكل فوري بحط 1 جرام صوديوم كلورايد وعشرين نقطة من إيثانول من كحول إيثيلي 90% تركيزه 90%، فيديني أي نتيجة في حالة الكوراكاوا هيديني بوزيتيف، في حالة الكيب هيديني إيه نقول عليه ويك بوزيتيف، في حالة الزنزبار والسيكوترين هيديني نيجاتيف. يبقى إذا أنا لو قلت لك ميزني ما بين الأنواع الألوز، تمام، ألو الجوسز تمام كده، يبقى هو ده التست اللي هيميز لي. لو قلت لك بس جاست ان هي يكشف لي ان هو ده الو ولا لا وجود الانثراكينون، يبقى ليه الموديفايد بورن تريجرز. الاكستراكت خلاصات، ده انا بجيب الحاجه بتاعتي النبات او الحيوان اللي انا الجزء اللي انا هستخلصه منه تمام كده، واحطه في ميه وافضل اغلي، اعمل ديكوكشن زي الشاي المغلي بالظبط، افضل اغليه كذا ساعه لغايه لما اخد الميه دي، وبعدين بعد كده فهمني ابخرها. يبقى انا كده جففت الفاص زي ما عملت في الايه في خلاصه الصبر. بس هنا فهمني ممكن عندي حاجتين ممكن اطلع منهم، الجيلاتين تمام كده اللي هو بيجي من عظم الحيوانات تمام كده، من السكين والبونز، تمام، بيجيبوا الجلد بتاع الحيوانات. لو احنا رحنا سور مجرى العيون في مصر القديمة هنلاقي فاهمني كل العظم والحاجات اللي زي كده بتتلم من هناك ويعملوها ويفضلوا يغلوها تمام كده عشان يطلعوا جيلاتين. الجيلاتين مهم جدا، مفيش حاجة حوالين مننا في الجيلاتين تمام كده، سواء كان في أكلنا أو حتى في أدوية في الصيدلية عشان الإيه أوستيوأرثرايتس عشان التهابات المفاصل. الجيلاتين عبارة عن إيه؟ عبارة عندنا العظم ده بيبقى فيه كولاجين، الكولاجين ده بروتين موجود في جسمنا بشكل كبير واحنا بنحتاجه، هو المسؤول عن جمال البشرة وعن قوة الايه ونعومتها وترطيبها فاهمني، خد بالك انت، وبرضك مسؤول عن ارتباط الأنسجة ببعضيها فاهمني، خد بالك انت، وقوة العظم تمام كده. انا عندي هنا الجيلاتين ده عبارة عن ايه، بروتين عبارة عن كولاجين هيدروليزيت، الكولاجين اللي كان موجود في العظم والجلد تمام حصل له هيدروليسيس لبيبتايد صغيره تمام كده، واداني الجيلاتين ده اللي هو بروتين تمام كده. قلنا اهم استفاده له اللي هو الاوستيوارثرايتس طبعا، والكباسيل الموجوده عندك في الصيدليه اللي بوسات يقول لك سوفت جيلاتين كبسول تمام كده، كبسوله اللي هي الطريه بتاعت الفيتامين دي، السوفت والهارد جيلاتين كبسول، كل الكبسولات الايه الكبسولات اللي عندك في الصيدليه معموله من الجيلاتين والجيلاتو جليسرين يعني سابوزيتوري اللي بوس تمام كده، جلاتوجليسرين تمام كده. وطبعا مهم اليومين دول في الاوستيو ارثرايتس
التهابات المفاصل. عشان كده لما نقول الموضوع موضوع الجيلاتين ده بدأ لما وقفت عند طابور الجزار عشان تجيب لحمة، فاداك عضماية كده فاهمني، تقول له طب خلاص اديني ماسورتين، رحت انت البيت وغليتهم تمام لغاية لما قطعت قلبهم تمام كده، اداك شوربة لذيذة، الشوربة دهيا تمام كده، هي ديت اللي فيها جيلاتين. واحنا لو سيبنا الشوربة دهيت تمام كده، لما تيجي تسيب الكوارع تلاقي الشوربة فاهمني خد بالك انت عملت ايه، عمل زي جيلي كده تمام كده، ده مش دهن ولا حاجة، ده الايه نتيجة الغلية الزيادة فاهمني، اتكون جيلاتين، والجيلاتين هو اللي عمل ايه الجيلي ده تمام كده. بنيجي نجفف احنا الخلاصة، الخلاصة اللي هي الايه احنا قلنا ايه اكواس اكستراكت بعد ديكوبشن، غلي لساعات تمام كده، نجففها في عندنا اكتر من طريقة، بنعملها في شيتات تبقى مفرودة كده هو طبقة صغيرة ونسيبها تجف فتدينا المنظر ده هو تمام، الشيتات اللي هي بتاعت الجيلاتين دي، او نجففها زي ما بيجففوا اللبن البودرة تمام كده، فتدينا حبيبات زي ما احنا شايفينها في المنظر ده تمام كده. يبقى اذا موضوع الجيلاتين ده ممكن حتى فاهمني خد بالك انت بسيط جدا فاهمني، ومهم جدا ممكن حتى فاهمني، عشان كده الناس يقول لك ايه، يقول لك كل مثلا كوارع عشان مفاصلك مش عارف ايه فاهمني خد بالك انت، الناس كانت بتقول كده فاهمني. هنجيب لكم صورة مستحضر موجود في الصيدلية دلوقتي تمام كده. كيميكال تيست عندنا بتاع الجيلاتين في تيستات كتير قوي، انا لقينا تيست سهل منهم اللي هو البيكريك اسيد، مجرد ما بحط البيكريك اسيد على محلول حطيت انا الجيلاتين ودوبته في ميه، البروتين هيدوب في قلب الميه تمام كده، وحطيت الجيلاتين حطيت الايه البيكريك اسيد هيديني كناري يلو بسبتيت تمام، هيديني راسب اصفر لونه اصفر كناري. استعمالات الجيلاتين قلنا كبسولات تمام كده، الايمالشنز اللي هي المستحلبات، سابوزيتوريز لبوس، ممكن بيخش ببعض الصناعات الغذائية، طبعا هي ما تهمناش أوي الصناعات الغذائية، بس يعني هو الشيء بالشيء يذكر تمام كده، يعني مش معقولة فاهمني ما تبقاش عارف خد بالك أنت إن الإيه إن الجيل الحلو اللذيذ ده فاهمني خد بالك أنت يعني الجيلاتين تمام كده طالع من عظم فاهمني خد بالك أنت، عظم العظم اللي أنت شفته من صينية الشوربة اللي فوق يعني، ما ينفعش ما أقولكش لازم تبقى عارف يعني. واحيانا بيستعملوه في البكتيريولوجيكال كالتشر ميديا، في الميديا بتاعت ايه الميكروبات. طب هو مفيد لو احنا بصينا على المستحضر اللي هو السي اتش الفا ده تمام كده، مفيد في ايه؟ طب انا بدي الجسم، انا دلوقتي فاهمني كل ما الواحد بيكبر كل ما انتاج الكولاجين بيقل، فانا محتاج الطوبه اللي الكولاجين ده بيتكون منها، محتاج نفس البروتين اللي بيكون الكولاجين ده، ومحتاج البيبتايدز الصغيره اللي بتكونه عشان تنشط انتاجه. ما انا دلوقتي فاهمني خد بالك انت، انا جبت شويه هبني مثلا هبني دور اولاني او حاجه فاهمني، الدور الاولاني هيبني كده فاهمني، او يعني هبني حاجه فاهمني هتبني لوحدها، انما لما اجيب انا شويه طوب تمام كده، شويه الطوب دول هتلاقي فاهمني خد بالك انت تلاقي 100 بنا معدي عليك، ايه يا عم مش عايز تبني لك تبني شويه الطوب اللي انت راكنهم قصاد بيتك دول، اقصد وجود الايه وجود الحاجه اللي بتكون الحاجات اللي هي مكونات الكولاجين اللي في جسمنا ده، بيدي فرصة لجسمنا ان هو ينشط تكوين الكولاجين في الجلد، فيدي قوة للجلد. قوة الجلد دي هتكون عبارة عن ايه؟ اللي هي الالستيستي مرونته تمام كده، والهيدريشن بتاعته، وجود رطوبة، وجود كمية من المية فيه، فالجلد يبقى منفوخ كده يعني بيبرق كده، ويعني مش ايه مش مرهل ولا ايه ولا فيه تجاعيد. بيقلل ديكريز الجوينت بين تمام، الم المفاصل في حاله الاوستيو ارثرايتس، التهابات الايه التهابات المفاصل تمام كده، والتهابات المفاصل العظم، ان هو بيقدر يعمل ستيميوليشن ان هو ينشط انتاج الكولاجين في العظم ويزود كثافه العظم كمان تمام. تاني حاجه من الاكستراكتس اللي هو الاجار اجار تمام كده، محدش سألني هو اسمه أجار وأجار ليه فاهمني، هو كده فاهمني متسألنيش. الأجار ده عبارة عن إيه؟ ده بليتشد أند درايد برودكت. بليتشد يعني هو كان له لون تمام كده، وأنا فاهمني إيه شلت اللون بتاعه ده عملت له بليتشنج تمام كده، ده بليتشد أند درايد برودكت أوبتيند، بنحصل عليه عن طريق برضك إن أنا إيه بقى عندي ألجي طحالب، نوع من أنواع الطحالب نوعيات معينة
ليها لون او ملهاش لون، بجيبها واغليها تمام كده، واخد اللي اتغلى دون اعمل له بليتشنج اشيل لونه تمام كده، وبرضك اجففه زي الجيلاتين بالظبط تمام كده. ايه اختبار زي ما احنا شايفين هذه الطحالب اهي الالج اهي تمام كده، ايه بعد ما عملنا لها بليتشنج تمام كده، بجيب انا 1 جرام من الاجار دون تمام كده، واحط وبغليه لمدة 10 دقايق في 100 ملي، يعني 1 جرام في 100 ملي مية. فلاقي ال 100 ملي مية دول بعد ال10 دقايق غلية تمام كده، لو انا سبتهم جنب مين يحصل لهم كولينج؟ هيدوني ستيف جيل. ادي عندنا الباودر اهو بتاع الايه اجار اجار تمام كده، زي ما احنا شايفين التست تيوبس دي واقفة، انما انا مجرد ريحت الجيل شوية فاهم بالك انت على جنبه، فعمل لي طبقة جافة خالص تمام كده، خدت شكل المكان يعني انت كنت مميل التست تيوبس تمام كده عشان تدي فرصة تدي مساحة اكبر فاهمني، ان انت تقدر تحط ميكروبس زي ما انت عايز تمام كده، فبالتالي خدت المنظر ده ان هو بيدي ستيف جيل تمام كده. استعمالاته عندي هتبقى ايه فاهمني؟ واحد ناس كبار السن خصوصا اللي ما بياكلوش كويس تمام كده، او الناس اللي ما بتاكلش الياف تمام، هو قلت لك 1 جرام نفش وبقى حجمه قد 100 مللي، فبالتالي فاهم ممكن يستعمل كبالك لاكستيف كمسهل، اللي هو مسهل الحاجات المسهله اللي بتزود حجم الفيسز، فبالتالي ما يحصلش امساك. قلنا دون يبقى في الناس كبار السن اللي عندهم كرونيك كونستيبيشن اللي هو الامساك المزمن تمام كده، مش حاجه للناس اللي هي ايه الناس اللي عندهم امساك طارئ كده. في تصنيع الايمالشنز المستحلبات والسسبنشنز والجيلز والهيدروفيليك سابوزيتوريز تمام كده، بيستعمل الحاجات دي. بيستعمل طبعا اهم استعمال له زي ما احنا شايفين في اخر صورتين في الكالشر ميديا اللي هي فاهمني خد بالك انت في البكتيريولوجي، حاجات الميكروبيولوجي، الحاجات اللي هي البكتيريا او الفنجاي، ان انا اقدر ازرعه على الايه على الميديا، ازرع الميكروبات. طبعا هو سبورت للميديا، انا بحط في الميديا مغذيات للميكروب عشان ما تبقاش فاكر ان انا جبت اجار وحطيته كده هيطلع عليه، لا هو مش هيطلع عليه حاجه، دي سبورت بس بتدي شكل للميديا بس كده، وبيحتوي المكونات اللي هي المغذيات بتاعه الميكروب تمام كده، انما جوانس المغذيات دي بتخلص الميكروب بيموت عادي ماشي. هو وظيفته كايه ان هو بيعمل لي الكالتشر ميديا. الجامز الصموغ، لو احنا بصينا في تعريف الصموغ هنلاقي امورفس يعني ماشي، كريستالاين، ترانسلوسنت يعني شفافه، سوليد فاهمني خد بالك انت حاجات كده كبيرة زي ما احنا شايفين، كتل شفافة، وبنفس الوقت بتبقى ما بتدوبش في الكحول وبتدوب في المية، ولما بتدوب في المية بتدي محلول فيسكس وادهيسيف، محلول بيلزق كده تمام كده، عشان كده سموها الصمور. يبقى دي بنقول عليها، واحنا بصينا على الصورة التانية دي هنلاقي حتة صمغ عربي تمام كده، الصمغ العربي دي لو انا خدتها دوبتها في كحول مش هتدوب، دوبتها في ميه هنلاقي طبعا شكلها باين خالص ترانسلوسن تمام كده، وانسولابل في الالكول، سولابل في الميه، لما دابت في الميه هتديني فيسكاس وايه وادهيسيف سوليوشن، ممكن اخده والزق بيه كده عشان كده سموه صمغ. لا دي صوره الصمغ العربي زي ما احنا شايفين الراجل كده، ده الراجل ده في السودان او في بلد من البلاد المجاوره تمام كده، ده نبات الاكاشيا سنغال تمام كده، النبات ده بيعمل له سكراتشنج بايه بيشيل جزء من البارك تمام كده، فبالتالي كديفنسيف ميكانيزم للنبات تمام كده، فبيعمل اكسيوديشن للايه للجم. يبقى ايه هو بقى الاوريجين بتاعي؟ ولو احنا بصينا كده هنلاقي طبعا الصمغ العربي لاكاشيا جم او جم عربيك او جم عربيكا تمام كده، زي ما ايه زي ما تقولوا كل الاسماء دي صح، هنلاقي بين قوسين اي 414. اي 414 ده اي دي اللي هو اليوروبيان نمبرنج فور فود اديتيف، لو شفت الرقم دون تعرف ان الحاجة المنتج اللي معاك تمام كده اللي انت شايف عليه الرقم دون موجود فيه الصمغ العربي. طب عشان ايه هنقول ايه الصمغ العربي ده؟ جامي اكسوديشن، اكسوديشن كده افراز للنبات على الستيم والبرانشز بتاع النبات الاكاشيا سنغال فاميلي ليجيومينوزا. المكونات عندي فاهمني في يعني اكتر مكون عندي اللي هو الارابيك اسيد، ده جلايكوزايدال اسيد تمام كده، ده بيتكون من بوتاسيوم ومغنيزيوم وكالسيوم صول تمام كده. لما اجي اعمل هيدروليس الارابيك اسيد ده بيديني جزء من الرمنوز وجزئين من الجلاكتوز
وثلاث جزيئات من الايه من الارابينوز، وبيديني الدو بايونيك اسيد. تمام كده، عشان كده سموه ارابيك اسيد عشان وجود الايه الاسيديك بارت، الجزء الايه الاسيد الاسيد دوت. تمام، يبقى ايه تكوين الارابيك اسيد؟ هتقول لي امون هيدروليس هيحصل كذا كذا، وهيديني الايه الكلام اللي موجود ده. الصمغ العربي بيتميز ان فيه انزيم في الدايستيز وفي الاوكسيديز. طبعا ما يهمنيش الدايستيز ده، يهمني الاوكسيديز. اوكسيديز ايه؟ اوكسيديز انزيم مهم جدا، ودوت اللي انا بستعمله بشكل اساسي عشان اقدر اكشف على الصمغ العربي اشوفه كويس ولا لا، فاهمني هو صمغ عربي ولا لا. الحاجات دي كلها شبه بعضيها، فاهمني، فلازم يبقى فيه تيست مميز. التيست عندي هنا باخد ربع جرام من الايه من كورسلي باودر اوف فريشلي فراكشر، بجيب فاهمني خد بالك انت حته صمغ عربي واكسرها، لسه ايه كسر لسه جديد. تمام كده، بس ما تبقاش باودر ناعم، تبقى باودر ايه كورس خشن. تمام كده، واضيف عليهم 5 مللي ديستلد ووتر واعمل تشيكنج. تمام كده، واضيف نص مللي هيدروجين بروكسايد ونص مللي بنزين سوليوشن واعمل تشيكنج، هيديني ديب بلو كلر او جرينش بلو كلر. تمام كده، ده معناه بوزيتيف اوكسيديز زي ما احنا شايفين وصلنا. استعمالاته فهمني يعني، طبعا فهمني لو انت بصيت في البيبسي هتلاقي يعني ما يعني اكتر تجاره بتستعمل الصمغ العربي هي الحاجات اللي هي الايه كايمالسيفاير و لايه لمكونات الايه البيبسي وكوكا كولا والحاجات اللي زي كده. طب هل هو فهمني له استعمالات طبيه كويسه؟ فهمني دي مالسن، لو احنا بصينا لواحد عنده قرحه معده، دي مالسن دي معناه ملطف، يعني ملطف بيجي هو حاجه فيسكس كده خشنه، انا اسف لزجه كده فيسكس، فتعمل طبقه فاهمني، الطبقه دي تيجي على المكان الملتهب. تمام كده، فايه فتمنع احتكاك المكان الملتهب ده بالحاجه اللي تسبب له التهاب، زي في قرحه الماء بتمنع الاحتكاك ما بين المنطقه الملتهبه والحمض، او تقلل يعني. تمام كده، فبالتالي تدي فرصه للجسم ان يعمل ايه الهيلينج. تمام كده، هو اللي سليمنج. تمام كده، قلنا نحط كميه صغيره فتنفش وحجمها يزيد فاهمني، فبالتالي فاهمني تحسسك بالشبع. تمام كده، عنده امكانيه ان هو يحسن من وظائف الكلى للناس اللي عندهم فشل كلوي. تمام كده، فبالتالي فاهمني كويس جدا. وقلنا كسسبندنج ايجنت واملسفاينج ايجنت. تمام كده، في حاله الايه اللي قلنا الاي 414، وقلنا كبري بايوتيك فور هيلثي دايجستيف سيستم. تمام كده، يعني انا لو خدت الحاجات يعني ايه بريبيوتيك الاول؟ بريبيوتيك دي يعني الحاجات اللي هي الالياف، سواء كانت الياف دايبه او الياف مش دايبه. في حاله الجم هنا قلنا بيحطه في الميه فبيدوب، يبقى الياف دايبه. تمام كده، اللي هي البريبيوتيك. البريبيوتيك دي حاجه مهمه لصحه جهازنا الهضمي، انا مش عايز اشرح فيها كتير عشان ما توهكوش. في حاجه اسمها البريبيوتيك دي الالياف، والبروبيوتيك دي الميكروبات النافعه اللي موجوده في الجهاز الهضمي بتاعنا. تمام كده، زي لما انت تيجي تشتري زبادي يقول لك زبادي بالايه بخميره الايه اللاكتوباسيلوس او الجام تراجاكنس او الاي 413، ده درايد جام اكسديديشن بردك من نبات الاستراجيلاس جامي فير فاميلي ليجيومينوزا. كونستيتوانتس عندي المكونات بتاعتي، عندي تراجاكانتين ده الجزء اللي بيدوب من الجام تراجاكنس، عندي بازورين، بازورين داون ده الووتر انسوليبل بورشن، عندي في ستارش سيلولوز نيتروجين سبستنس. والستارش دي من ضمن الحاجات اللي انا ايه اللي انا بعمل لها تيست واشوفها، لان انا عندي في الجام عربيك مفيش ستارش، رغم ان دي تريسز بس بتبان، التست بيوضحها. في نفس الوقت عندي في الجام تراكنز هنا فاهمني مفيش اوكسيديز انزيم، فبالتالي انا لو قلت لك قارن لي فدي وجوه مقارنه كلها فاهمني بما فيهم التست. طبعا زي ما احنا شايفين ده الجام تراكنز جاي من كذا مصدر، بس هم كلهم جام تراكنز، عشان بس ايه طبعا يعني لما تشوف الحاجات دي كتير فاهمني هتبقى عارف ان هو دوت حتى لو مطحون. يعني تست فور ايدنتيفيكيشن، بجيب انا الجام تراكنز تمام في بورسلين ديش، واحط عليه كام دروب من الايودين بعد ما اكون طحنته كويس
باودر تمام كده من ان على 50 ايودين سوليوشن، واقوم جاي اقلبهم كويس تمام كده فيديني اوليف جرين كلر تمام كده، فكده معناه ان ده بوزيتيف جام تراكنز. اليوز عندي قلنا سسبندنج ايجنت زيه بالظبط زي الايه زي الجام عربيك، وبايندنج ايجنت في حاله البيلز والتابلتس، وكمان فاهم خد بالك انت ادهسف في حاله الدنشر الطقم السنان، نخش في ايه في الصموغ اللي بتلزق طقم السنان، وبرضك بريبيوتيك كويس عشان ايه صحه الجهاز الهضمي، ممكن نستعمله للدايريا والكونستيبيشن. يعني عندي فيكم فيسالني فاهمني طب يعني الدايريا والكونستيبيشن الاثنين مع بعض؟ الاثنين ازاي يعني فاهمني؟ موضوع بسيط يعني فاهمني، موضوع بسيط. هو الكونستيبيشن الامساك بيمتص ميه فحجمه يزيد تمام كده، فبالتالي يعني بقى هنا فاهمني في باك انت ايه ما بقاش فيه مواقيل الامساك، يعني الفضلات حجمها قليل ومفيهاش ميه فاهمني تمام كده، فده بيزود حجم الفضلات وبيخلي فيها ميه. طب ده عرفنا كده ليه الكونستيبيشن الامساك. طب في حاله الدايريه بيعالج الدايريه ازاي؟ بيعالج الاسهال ازاي تمام كده؟ عن طريق ان هو بيخلص الجهاز الهضمي، بيعمل ايه ويبنج اوت تمام كده، يعني بيطلع وبيخرج الايه بيمسك الميكروبات والتوكسينز بتاعتها ويطلعها بره فاهمني، فبيساعد في عمليه الايه الاسهال زي الكبت الموجود الصيدليه برضه كمان ماشي بنفس الفكره. هنتكلم عن المسك او الماسك، ده بيجي من ظبي يسموه ظبي الماسك، وهو المسك هو شكله لونه بين كده كبار فاهمني خد بالك انت زي سيف كده، فهو شكله صعب يعني بيسموه فامباير ماسك دير تمام كده، يعني هو رغم ان هو شكله وحش بس تعيس يعني فعلا، واقول لكم ليه. ده ايه عبارة عن ايه الماسك ده؟ ده درايت سكريشن بيحصلوا عليه من حاجة اسمها بيربيتول فوليكلز اوف ذا ميل ماسك، يعني هو مش تعيس بس، ده الذكورة بس هي اللي تعصب بما ان يعني الميل ماسك فاهمني خد بالك انت، لان هو بياخدوا الفوليكل دي او الحويصلة ديت اللي موجودة تقريبا في نص بطنه تمام كده، بياخدوها منه فبيضطروا يقتلوه، يعني ما هو انت بتاخدها من بطنه تمام كده، فبالتالي فمفيش حل فاهمني خد بالك انت غير ان هو ايه يتقتل تمام كده، فبياخدوا الحويصلة دي اللي بتحتوي المسك. طب هي بتحتوي المسك ليه ووظيفة المسك ايه؟ ده فرمون كده، ده حاجة بيفرزها ظبي المسك عشان يجذب الايه يجذب الانثى فاهمني خد بالك. انا يعني هو لو بيدو يختار يقول لك مش عايز المسك ده وان شاء الله عني ما كذبتها فاهمني، بس يعني هو قدره. Deer is killed and must containing sacs أو البودز بيسموها بود أو الحويصلة أو الساك أو الكيس taken. لو احنا بصينا هنلاقي فاهمني إن كل الساك بيبقى فيه حوالي 30 جرام، بحسبة كده هنلاقي حوالي 30 جرام، هنلاقي فاهمني عشان تجمع كيلو مسك درايد تمام كده هتحتاج بتاع من 30 ل 50 ظبي، وحاجة غالية جدا يعني ظبي المسك طبعا بيصطادوه بشكل جائر طبعا، لدرجة ان هو الحاجات دي يعني كلها مخلوق كائنات اندينجر تمام كده، معرضة للانقراض بسبب ايه الصيد الجائر والحاصل ده فاهمني خد بالك انت. وفي بعض البلاد منع دخول المنتجات المسك بسبب العملية الوحشية دي تمام كده، فبالتالي الموضوع مش سهل يعني فاهمني. وكان فترة من الفترات كيلو المسك باتنين كيلو ذهب، كيلو المسك اللي هو درايد تمام كده باتنين كيلو ذهب، أنا مش عارف هو بكام تمنه كام دلوقتي، بس يعني لو احنا بصينا دي زي ما احنا شايفين ده ظبي المسك نوع من أنواع ظبي المسك، إنه كذا نوع تمام كده، يعني شايفين النابين الكبار أو حاجة تخوف فعلا يعني حاجة تخوف. ودي البود اللي هي او الساك اللي فيها الايه فيها زي ما احنا شايفين بيتساب بعد ما بتاخد الساك مقتول، حاجة يعني حاجة مقززة يعني.
ويحضرني في هذا برضك قصة لذيذة كده. كان في واحد صديقنا في السعودية تمام كده، فدخل يشتري محل عطور تمام كده، يعني عشان بس اللي فيكم ان هو يفتكر في يوم من الايام ان المسك اللي موجود في الشارع ده مسك جاي من ده، كله سينثيتيك يا ريس تمام كده، حاجات مصنعة مش حاجات طبيعية. فواحد قبل منه بيشتري حاجة، فبعدين عجبته الريحة في محل العطور، فقال له خلاص، قال للراجل البياع انا عايز من العطر ده ازازه صغيره كده. فبعدين قال له ان الراجل طبعا بيع شمام للي بيشتري قبل منه، يعني بخ بخه كده حاجه تيست كده. قال له انت عارف الكلام ده، انا بتكلم عن ايام يعني حد من سنين بعيده، انت عارف الازازه دي يعني بكام؟ قال له بكام؟ قال له ب20,000 ريال. فلك ان تتخيل يعني محطوط كميات قليله جدا، فغالي جدا غالي جدا الموضوع. انت ما تتخيلش ابدا ان انت هتشتري حاجه، يعني عشان بس ما تزعلوش قوي لو حد فيكم زعل يعني ان هو شاف الظبي الميت ده. الاكتف او كونستيتوانتس عندي هنا الدارك براون، عندي في فولاتايل اويل نسبته من واحد واحد ونص تقريبا تمام كده. الماده المشهوره الماده اللي هي المسؤوله عن الريحه، ماده المسكون ده سايكليك كيتون، في 15 كربونة. عندي في ستيرويدال هرمونز، في ماسكوبيريدين، في الكالويز وبيبتايدز. الكلام ده كله ادي البود اهي قصاد مننا، ودي ادي اللي هي الايه المكون بتاعها. طبعا البود بيحطوها على مكان سخن كده فاهم، بعد ما يطلعوها من بعد ما ياخدوها من الايه من الظبي تمام كده، فبيحطوها وهي مقفولة كده على مكان سخن تمام كده، على حجارة سخنة او نوع من انواع التسخين، بحيث ان تجف الماده الايه اللي موجوده جوه الايه جوه الساك جوه الحويصله دي، وبالتالي بيطلعوها بتتباع بالكيلو زي ما احنا شايفين كده. استعمالات طبعا ده كفيكستيف الهاي كلاس بيرفيومز. الامبر جريس، الامبر طبعا ولا حد فيكم برضك هيشوفه يعني، بس اظن يكفيك فخرا ان انت تعرف ان هو باثولوجيكال برودكت، يعني مش عايزه يا عم فاهمني، يعني افراز مرضي فاهمني. خد بالك انت في امعاء السبيرم ويل، يعني اللي هو حوت العنبر تمام كده، بيتخلص منها في المحيط، فبتطلع على وش الميه والميه بتحدفها للشواطئ تمام كده. بس غالي جدا برضك، يعني كتله منه ممكن تبقى كتل كبيره تمام، الكتله دي بتبقى بأرقام، ممكن تبقى الكتلة توصل مئات الآلاف من الدولارات. يعني انت لو انت ساكن في منطقة ساحلية فاهمني زي في اليمن والأماكن دي، ممكن تبقى في تعدية على الشط كده، تبقى راجل مليونير يعني في تعدية كده فاهمني. في منه كذا نوع، جراي براون في وايت تمام كده. الأكتف كونستيتوانت عندي هنا فولاتايل أويل، في نسبة 25% مادة الأمبرين تمام كده، ده موجود في الشانيل نمبر 5 تمام كده. استعمالات بيستعمل في باك انت برضك في الكافيكستيف للايه للحاجات اللي هي الهاي كلاس بتاع ده، وكان زمان العرب بيستعملوه كسيكشوال تونيك، بس هو مش سيكشوال تونيك ولا حاجه، يعني ان هم اتسمى على هم اللي سموه العنبر، جيت امبر جريس دي تمام كده، هم اللي سموه العنبر. بيوريفايد هاني من العسل المصفى، ده السكرين سابستنس، ماده سكريه ديبوستد باي ذا هاي بي، نحله العسل بتحطها اللي هي ابيس ميليفيرا تمام كده، بتحطها في الهاني كومب، بتحطها في الخليه بتاعتها. بيتكون اساسي فاهمني من نسبه 70% من انفيرتد شوجر. انفيرتد شوجر ده اللي هو الجلوكوز والفركتوز، هي بتاخد السكروز من الرحيق تهضمه فتطلعه جلوكوز وفركتوز تمام كده. هو كده الموضوع، ما انا اجيب جلوكوز وفركتوز وخلصت؟ لا، ما خلصتش على كده، لسه في حاجات تانية. في عندي 17% نسبة مية، في عندي 1.3 سكروز. إذا كانت النسبة دي أزيد من كده يبقى الراجل صاحب المنحل ده مأكل النحل بتاعه فاهمني. خد بالك أنت مش النبات، مش النحل مش متغذي على زهور، إنما متغذي على إيه؟ على مية بسكر، سكر اللي هو سكر البيت ده اللي هي سكر القصب ده. أحيانا بيضطروا يعملوا كده عشان إيه؟ لما يكون مفيش اكل النحل، بس المفروض ما يبيعوش يعني، بس بيتباع. ان العسل بيستمر الشيلف لايف بتاعته يعني تاريخ صلاحيته بيقعد فتره كبيره،
ده نتيجة إن هو محلول سكري مركز جدا، تمام، فبالتالي في أوزموتيك بريشر عالي، بالإضافة لوجود الجلوكونيك والهيدروجين بيروكسيد، جلوكونيك أسيد والهيدروجين بيروكسيد اللي ليهم دور إن هم يحفظوا العسل إن هو ما يبصش. ودول حاجة النحلة اللي مسؤولة عنهم عن طريق الأوكسيديز إنزيم اللي بتفرزه من في أثناء عملية هضمها للرحيق، تمام كده؟ طبعا بالإضافة للمكونات المختلفة، لأن كل النحلة اتغذت على الزهرة الفلانية فالعسل بيجي بخواص مختلفة، اتغذت على النبات الفلاني فيجي بخواص مختلفة، تمام كده؟ فمش كل العسل له نفس الجودة ونفس السعر وبيعالج نفس الإيه؟ نفس، بس في حاجات أساسية العسل بيعالجها زي كديمالسن في حالة الكاف ميكشر، ملطف في حالة الإيه؟ في حالة الكحة، في حالة الوونس والبيرنس، تمام كده؟ بس أشهر نوع عسل قوي جدا في حالة الحروق والجروح عسل المانوكا، وعسل المانوكا ده غالي جدا، تمام كده؟ ده بيجي من نيوزيلندا، نبات النبات شجرة المانوكا، تمام كده، بيتغذى عليها النحل وبيطلع عسل المانوكا. عسل المانوكا له زي ما اشوف كده موجود كباتشات بتتحط على الجروح والحروق، وقوي جدا طبعا عشان العسل كعسل، بالإضافة للمكونات التانية اللي بتيجي من الشجرة دي. بالإضافة إن في حاجة لازم نعرفها، يعني ما ينفعش نتكلم على العسل وتبقى أنت واقف في الصيدلية، تمام كده، وما تبقاش عارفها، إن العسل ما ينفعش يتاخد لطفل أقل من سنة، تمام كده. ليه بقى ما ينفعش الكلام ده؟ نحلة العسل بتلف كده وبتلف في الطبيعة، بتهيم في الطبيعة، فبالتالي بتاخد، ممكن تجيب ميكروبات زي الإيه، ممكن تسبب للطفل بتيوليزم، تمام كده، نوع من انواع الايه السبورز، تمام كده، اللي منتشره في الطبيعه، تمام كده، بتبقى موجوده في الهواء، فبالتالي فاهمني الطفل في السن ده مناعته لسه مش ايه، ما تقدرش تتفاعل مع حاجه زي كده. البيز واكس، شمع الايه، شمع النحل اللي هو الاي 901 دون بردك بيجي، فاهمني، خد بالك انت، بنجيب احنا الايه الشمع بعد ما بناخد منه العسل وبيحطوه في قماش ويغلوه في ميه، وبعد ما يغلوه في ميه بيطلع، فاهمني، خد بالك انت، الشمع، فاهمني، على الميه، فتاخده انت وبعدين ترجع تسيحه في حاجه اسمها، فاهمني، دبل بويلر، تمام كده. دخلنا على النت هنلاقي الكلام ده موجود، يعني مش ايه، مش صعب، تمام، لان طبعا الشمع طبعا مش زي ما احنا شايفين الشمع هنا، الشمع هنا رائع، فاهمني، الشمع في الطبيعه مبقاش منظره كده، بيبقى شكله، فاهمني، احيانا باسود وشكله مش عارف ايه، الشمع اللي هو الهاني كومب، تمام كده، انما الشمع اللي طالع من الهاني كومب المفروض بيبقى طالع زي ما احنا شايفين فعلا كده، نتيجه ايه، نتيجه عمليه التنظيف اللي بقول لكم عليها دي، فاهمني، انت الاول بتغلي في قلب قماشه، وبعدين بعد كده الكلام ده، او بتغلي وتفلتر كذا مرة بحيث ان ينزل لك الشمع بس من غير الفضلات اللي هي الايه، من غير الحاجات اللي هي المفروض ما تجيش فيه، تمام كده. عندي مكوناته عبارة عن ايه، مايريسايل بالميتيت، تمام كده، عبارة عن استر ومايريسايل ستياريت بشكل اقل، احفظ الاسم ده، عبارة عن ايه، مايريسايل بالميتيت، تمام كده. في نوعين من شمع العسل، في نوع اصفر اللي هو، فاهم، خد بالك انت، اللي هو احنا زي ما قلت لكم بنفس الطريقه، فاهمني، بيتحضر بنفس الطريقه اللي قلت لكم عليها. وفي نوع ابيض اللي هو بياخد، بعد ما جهزت النوع الاصفر ده بعمل له، فاهم، خد بالك انت، بليتشنج، يعني بشيل اللون ده بكلور، بكلورين، بكروميك اسيد، بوكسدايزنج ايجنت، طبعا ده بتعمله شركات زي ما احنا شايفين، ما احنا شايفين دي حاجه ما تعملهاش، ممكن تحضر شمع النحل، شمع ده في البيت، يعني انا نفسي بعمله في البيت سهل، مش حاجه يعني، تمام كده، انما فاهمني كونك بقى تعمل له بليتشنج ده موضوع تاني، يعني حاجه ما مش حاجه مش بتاعه البيت ابدا. البيز واكس بيستعمل في ايه، فاهمني، خد بالك انت، بيستعمل في حاجات كتير قوي، يعني البلاسترز، الاوينتمنت، البوليش، تابلت كوتينج، تمام كده، زي ما احنا شايفين، بودي كريم، تمام كده، كوزمتكس، الليب بالم، تمام كده، السيلف، تمام كده، نوع من انواع المراهم كده، كموشرايزنج، موشرايزر، تمام كده، زي ما احنا شايفين اللوشن بار، حاجه كده، فاهمني، مستعمل في الكوزمتكس كلها عامه، يعني مفيش كوزمتكس ما بتستعملش، فاهم، باك انت البيز واكس. لو احنا شفنا حاجه اسمها كرنوبا واكس، كرنوبا واكس ده مش ايه، مش بيز واكس، تمام كده، عشان احيانا بيحصل لبس والناس تفتكر الكرنوبا واكس ده هو ايه، اللي هو شمع الايه،
تبع النحل. الرويال جيلي اللي هو غذاء الملكات، ده عبارة عن ميلكي فلويد، تمام كده، عبارة زي ما احنا شايفين كده، دي عينين او اتنين سيلز فيهم يرقات ملكة، تمام كده، بيتحط لها غذاء الملكات. ده عبارة عن افراز من الغدد اللعابية بتاعت الشغالات، بيفضلوا يفرز لهم اللعاب ده اللي هو بتاع دوت اللي هو غذاء الملكات دوت، تمام كده، بحيث ان اليرقة دي تتحول لملكة. الشغالة بتبتدي في الاول، يعني لو احنا عندنا في الخلية في شغالات وفي ملكة، تمام كده، هما بيختاروا، تمام كده، في الخلايا اليومين دول اللي بتتعمل بيعملوا للنحل خلايا معينة بحيث ان هو يحط فيها غذاء الملكات، تمام كده، بحيث ان هو اليرقات اللي موجودة تبقى ملكات كلها، مثلا حوالي صفين ثلاثة على حسب ما انت ايه بتحط للنحل، تمام كده. هو بيعمل عدد كبير من الايه، من يرقات الملكات، تمام كده، بيفضل يغذي اليرقات دي من اول يوم لغاية اخر يوم بالايه، بالميلكي فلويد ده، تمام كده، اللي هو الافراز اللي هو عشان اليرقة دي تبقى ملكة. انما لو هي اتغذت على غذاء الملكات فترة صغيرة وبعدين بقى غزوها على زبالة الايه، خلية، فاهمني، عسل وحاجات زي كده وحاجات تانية، فاهمني، فبتطلع ايه، شغالة عادية. الفرق ما بين الاتنين رهيب، دي عمرها 7 سنين، تمام، وباورفول، تمام كده، والتانية بتبقى عمرها شهرين، يعني فلك ان تتخيل. غذاء الملكات هتلاقي في فيديوهات كتير على النت للهارفستنج بتاعته، فمن هتلاقي الناس اللي تحب عندها انترستد انها تعرف ازاي غذاء الملكات بيجي، تمام كده، وازاي بيطلعوه من قلب الخليه، تمام. احنا بنضحك على النحل وبنحط له سيلز كده، فاهمني، هو يحط هو بيملاها لي غذاء الملكات، تمام كده، عامل له انا سيلز بحجم معينه عشان ايه، هو السيلز اللي هي بتتعمل بحجم اللي هي الخلايا الصغيره دي زي ما احنا شايفينها بيعملوها كبيره، بحيث ان هو عارف الحاجات، الخليه الكبيره دي بتاعت ملكه، فاهمني، الحجم الملكه بتبقى اكبر بكتير، تمام كده. غذاء الملكات ده بعد ما بيطلع بيبقى انستيبل، تمام كده، لازم نحطه في الثلاجه او اعمل له فريز دراينج، تمام كده، عشان ايه، او احطه مع عسل في قلب كبسوله جيلاتين، يعني اعمل له تصنيع. ايه المكونات بتاعته؟ عباره عن احماض امينيه واحماض دهنيه ونشويات وكربوهيدرات وفيتامينز، تمام كده. طب هو ده وبس، فاهم، خد بالك انت، لا، في مكونات تانية غير معروفه، تمام كده، فاهم، خد بالك انت، هي اللي ما في هرمونز وحاجات كده، فاهم، يعني مفيده جدا، فاهم، زي ما احنا شايفين اهوت متجمع في قلب فايل صغيره. الرويال جيلي بيستعملوه في المخباك انت كدايتري سبلمنت، تمام كده، عشان يقلل الاثار الناتجه عن السن الكبير. الواحد لما بيكبر بيبتدي يحصل له مشاكل مع الحركه، مع التركيز، الناس اللي عندهم اكتئاب، الناس اللي خارجين من دور ديبريشن، السيفيلومايلايتس، تمام كده، الحاجات اللي هي زي كده، فاهمني، في بعض الحالات بيبقى طبعا مفيد وغذاء كويس جدا، تمام كده، مثل الضعف العام، وطبعا بيستعملوا كمنشط جنسي برضك، كتير زي كده يعني. الكود ليفر اويل اللي هو زيت سمكة، زيت كبد سمكة القد مش الحوت، عشان بس الناس ايه، ما عادش الزيت بيطلع من الحوت، يعني ما حدش بيصطاد الحوت عشان يعصروا الكبد بتاعه ويطلعوا منه الزيت، بحر الكلام ده. في سمكة اسمها سمكة الكود فيش، تمام كده، السمكة دي يعني ممكن توصل أحيانا ما بين طول دراعك لغاية طولك أنت شخصيا، تمام كده، حجم الكبد فيها كبير جدا، في 60% من وزنه زيت. الكود ليفر ده في طبعا اوميجا 3 فاتي اسيد، في فيتامين اي، فيتامين دي، فيتامين اي، الفات سوليبل فيتامينز. حد فيكم يسال نفس السؤال، فاهمني، طب اشمعنى ليه الاوميجا والحاجات اللي زي كده مرتبطه بوجود الفيتامينز دي؟ طبيعي، فاهمني، تخزين الزيوت دي محتاج فيتامينات تحميها من التلف وتعمل الاعضاء اللي موجوده جوه، زي ما احنا شايفين في الصوره الوسطانيه، ده صوره الكبد بتاع الايه، بتاع السمكه، بقى لونه مليان كل دهون، دهون بتبقى متخزنه فيه، عشان كده بيبقى لونه فاتح بالمنظر ده، مش لونه احمر. استعماله بقى ايه، فاهم، استعملوه في حالة الارثرايتس، تمام كده،
انتابة المفاصل، يعني استعملوه فاهم، خد بالك انت، عشان يمنع الكساح الريكس الاطفال، وله استعمالات كتير فاهم، بناء على وجود الفيتامين دي. يعني احنا لو احنا انت عارف الفيتامين دي دي واستعمالاتها ايه، تعرف ايه تمام. احنا كده بنستعملين بس ايه بساط وما كترناش عليك، تمام كده. الول فات او الانهيدرس لانولين، اللانولين مستعمل في المراهم، ده بيوريفايد سبستانس اكستراكتد فروم وول، ده حاجه بيستخلصوها من صوف الخرفان. طبعا هو هنا كاتب اوفيس رايس، تمام كده. هو ليه ذاكر النوع ده؟ غالبا النوع دوت اكتر من الانواع اللي بتنتج كميه صوف كبيره وبيخش في التصنيع وبتتربى بشكل صناعي، يعني عشان ينتجوا الصوف بتاعها وياخدوا اللانولين. فبالتالي احنا بنتكلم عن حاجات اللي هي كوميرشال، يعني انا مش هعدي على الخرفان اللي في الشارع وعدي اجيب الصوف واللانولين بتاعها، يعني فاهم. بعد ما بياخدوا الايه الصوف ده بيستخلصوا منه اللانولين، اللي بقى ده افراز من الغده الايه السبيشيس جلاند اللي موجوده في قلب على جلد الخروف كده. انت بايه بتستخلصه؟ ايه المكونات اللي موجوده عندي؟ ده عباره عن unsaturated monohydric acid، monohydric acid الكحول، ده الكحول ممكن يبقى فري، تمام كده. هو عباره عن يا اما الكحول يا اما استر. استر يعني ايه؟ يعني الالكحول ده كومبايند مع فاتي اسيد زي اللانو بالميتيك اسيد، تمام كده، او اي او اليفاتيك او اي فاتي اسيد، او اليفاتيك الكحول زي الستايل والسيرايل والكارنوبايل الكحول بردك، ان هي فاهمني الكحول دي فاهمني كومبايند مع ايه، يعني يا الكحول يا اما ايه يا استر. والالكحول ده فاهمني خد بالك انت ممكن يبقى ايه فاهمني مونوهيدريك، تمام، زي الستايل او سرايل او كارنوبايل، تمام كده، اتاتشد ليه للانو، يا اما فري يا اما مع لانو بالميتيك او مع اي فاتي الكول فاتي اسيد تاني. وفي طبعا كميه من الكوليسترول. انهيدرس لانولين بيبقى في كميه قليله من الايه من الميه، طبعا ممكن الهيدرس لانولين ده ياخد 25، وفي ناس بتقول لك ياخد لغايه 30 واكتر من كده فاهمني، من وزنه ميه يعني الخروف البائس ده اللانولين. الول فات بيستعملوه كإيموليانت وفي الكريمز والأوينتمنتس. الكوشينيل أو الدودة القرمزية، يعني أظن أي حاجة لونها أحمر بعد ما تسمع الإيه الدرس دوت تمام كده، أو إن دراج داون تمام كده، مش أنت هتقرب لها خالص. أي زبادي بقى بالفراولة، أي شربات أحمر، أي لانشون، اي حاجه، اي حاجه لونها حمراء تعرف على طول ان هي متاخده محطوط فيها ماده الكارمينيك اسيد اللي هي واخده اي 120 كارمينيك اسيد دوت اللي موجود في الدوده القرمزيه اللي هي الكوشينيل اللي قصادنا دي. الكوشينيل ديت بتعيش على نبات من نباتات الصبارية، تمام كده، وتاخد الخلاصه بتاعته، ياخدوا جمعهم هما ايه الدودة أو الحشرة دي، هي اسمها دودة بس هي مش دودة ولا حاجة، تمام كده، هي حشرة تمام. لو احنا بصينا على تلاقي في واحدة بجناح، واحدة مش بجناح وكبيرة فوق، اللي فوق كبيرة دي للفيميل واللي تحت ده الميل، تمام كده. بيبقى لونها مادة الكارمينيك أسيد دي بتبقى لونها بريليانت بيربل أو ريد كالر كده، تمام كده. ده سي أنثراكينون جلايكوزايد دريفاتيف، انثراكينو زي اللي قلنا باربالوين، صح كده، نبقى فاكرين لونها احمر، وهي امان يعني عشان بس الناس ما تبقاش قرفانه قوي. يعني قلنا موجوده في معجين الاسنان، وموجوده في احمر الشفايف وزبادي الفراوله وكل الكلام دوت، يعني معرفه وحشه والله في بعض الاحيان، يعني احيانا بتبقى المعرفه وحشه. اي حاجه لونها احمر فاهمني ان هو من ضمن الحاجات اللي نسبه الامان فيها عاليه جدا، ومصرح بيه من الاف دي اي، وموجود في كل بلاد الدنيا وكل منتجات اللي لونها احمر. بياخدوا زي ما انت شايف كده الايه الحشره يجففوها ويطحنوها وايه وبالشفاء على قلبك.
الكانثريدس من الحشرات المهمة جدا واللي ليها استعمالات وتطبيقات، فاهمني؟ الناس اللي بتحب التركيبات خصوصا في الصيدليات الكبيرة يعني، فاهمني؟ دي الاسبانيش فلاي، الحشرة الايه الاسبانية اللي هي البيتل او خنفوسة الايه الكانثريدس، بيسموها كانثريدس فيسكي كاتوريا. فيسكي كاتوريا دي يعني اللي هي بيسموها فيسكن، تمام كده، ان فيها المادة اللي موجودة جواها، تمام كده، كاونتر ايريتنت او روبيفيشينت، تمام كده. روبيفيشينت يعني مهيج مضاد، تمام كده، بتزود كمية الدم للمنطقة اللي بتندين فيها. المادة الفعالة بتاعتها اللي موجودة فيها مادة الكانثريدين، استعمالها الخارجي كروبيفيشينت في حالة الايه بيستعملوها كتنكشر طبعا، مستعمل لغاية دلوقتي، وفي حالة الألوبيشيا ارياتا اللي هو ايه اللي هي الثعلبة الايه الجاف، متبقاش واخدة في الشعر كله، بتبقى واخدة بقعة معينة. وأحيانا بيستعملوها ك في كميات بدوز قليلة في مستحضرات الليجل، الليجل يعني فاهمني متهربة يعني، كان زمان بتبقى موجودة في الصيدليات، مش عارف بقى موجودة دلوقتي ولا لأ، كفيميل أفروديسايك، تمام كده، كمنشط أو للستات اللي عندهم برود، تمام كده. يعني كان زمان يعني، اللي فيكم هيشوفها في الصيدلية، تمام كده، يبقى عارف ان هي بتستعمل الاستعمال ده، بيسموها بتنزل باسمها سبانيش فلاي، تمام كده. طبعا التنكشر بتاعتها فيري ايريتنت، تمام كده، وما ينفعش انها تتحط في البق، تمام كده، انها بويزنس. طب هتقولي طب ما انا بستعملها هنا بالبق، تمام كده، بستعملها دي دروبس، تمام كده، بستعمل نقطة بنقط صغيرة خالص بجرعات قليلة بتركيزات قليلة خالص في حالة الايه كافرو كفيميل افرو دي سايد، تمام كده. وباي ذا واي يعني لو حد جالك الصيدلية ان هي قوية فعلا، تمام كده، يعني كنا بنبيعها، كان اللي بيجي يطلب سبانيش فلاي النهاردة تاني يوم لمراته، يعني تاني يوم كان بيطلب لنفسه فياجرا على طول. شكرا لكم كتير، كان معكم الدكتور مصطفى حجازي، موفقين إن شاء الله.